عامل ايه؟ الحمد لله والله. لازم اسالك سؤال عندي فضول جدا اعرفه، بما انك المستشار الفني بقى لكابيتانو مصر، فانت قررت ان ماتش قبل النهائي والنهائي يكون من ماتشين ذهاب وعوده، ليه؟ عشان ما يبقاش ظلم للولاد، لازم ياخدوا فرصه اكبر، يبقى ماتش راحه وجاي بس. وانت في قدهم يعني، وانت عندك 13 سنه 14 سنه، اكيد الرحله كانت صعبه جدا من البدايه. هم برضو هنا عندهم رحله صعبه، ان هم في منهم بيمشوا. حصل لك حاجه شبه كده ان انت كنت في مكان كبير مشيت منه؟ عايز اعرف، اكيد الفتره دي كانت صعبه برضو في كل الاوقات. ممكن اول مره اولها وانا في سن 13 14 مشيت من النادي الاهلي. وقت ما كنت من الاهلي مشيت في السن ده. وبعد كده رجعت تاني ومشيت تاني. فبالنسبة ولا الحلم الحمد لله لغاية ما رجعت النادي تاني. فده معناه ان مهما حتى لو مشوا ده معناه ان الفرصة لسه ما خلصتش. انت عندك حلم لازم توصل للحلم ده. مين اللي حببك في الكورة؟ يعني مين السبب ان انت تحب كرة القدم؟ عايز اعرف. كابتن الكاس. كابتن احمد الكاس؟ لا، اشمعنى؟ ما اعرفش، هو في قلة كم؟ كمبنا 96 أول مرة أتفرج عليه، هو اللي حبيت في الكورة وكده. فكابتن أحمد الكاس السبب؟ لا لا، بالنسبة لي هو مثل أعلى. والله آخر سؤال لازم أسأله لك، لو أنت واقف قدام مؤمن وهو عنده 13 سنة هتقول له إيه؟ كنت نفسي أحقق كل حاجة. الحلم اللي أنا كنت عايز ألعب كورة، الحمد لله لعبت ووصلت للهدف اللي عايزه. وعايز أقول حاجة، الحمد لله الواحد راضي واللي هو لعبه واللي وصل له واللي هو فيه، الحمد لله. مبسوطة إن أنت كنت معانا، ومبسوطة إن أنت مستشار فني لكابيتانو مصر، وهسيبك بقى كمل بقية الماتشات. يلا سلام. سارة مؤمن بيسأل مقاس رجلك كام؟ 44. بقول عايز يجيب له جزمة. مبروك، عملت ماتش حلو جدع. مبروك الهدية. مبروك، شد حيلك إن شاء الله. كنا بنلعب جزمة فردة وفردة، فقلت أجيب له هدية يعني جزمة.